كانوا مناوشات بعض التجاوزات لا مع الجمهور لا بدرجه اقل مع مع اللعب ومع الفريق طارق وين فقبل كان كان مشات واحد الطياره فيها الجمهور قبل ما يمشوا اللعابه وكان صوروا الدراري تما فيديوهات انهم كيهبطوا من المطار سعيد كيتبعوهم كي طونوبيلات هازين الزراوات كيعبغي باغيين يعرفوهم فين مشاو فين هذه تلقاو لشي وحدين تعداو على شي وحدين تما تعداو على زملاء صحفيين حتى هما في تونس واللي زاد كملات هذا الشيء كامل هو الكار ديال ديال الوداد فاش كان غادي التيران باش على قبل الماتش كانت جات واحد الحجره في في الكار ولكن ذاك داك الشيء داك اللي وقفت عليه الاداره ديال فريق الوداد الرياضي والاداريين اللي رافقوا البعثة بالنسبه للبلاغ اللي كتبوا ولا التنبيهات اللي, اللي قالوا ولا حتى الاتصال ديالهم مع السلطات والقنصل ديال ديال المغرب في تونس فهم حاولوا على انهم يوقفوا على هذا الشيء وبالفعل انه جات واحد الحمله الامنيه كبيره اللي كانت مرافقه الوداد والحمد لله خرجنا باخف الاضرار الحمد لله أه اللعابه كانوا عارفين اش كيتسناوهم فتح أه تاع الشتي دوك الاجواء أه معاش في تشكيلة ديال فريق الوداد ضربتي يطلع على اجواء كيفاش دايره في فرادس شنو اش بان لك اول حاجه بعدا فين تفرجت اه تفرج في لوطيل بصراحه واحد الدري صاحبي بصراحه عرض صاحبي تحيه <applause> لعمر الادريسي صاحبي سولو فين نفرج شكون؟ آه اخونا فين تفرجت يا اخويا في دونو دونور والله الا بدونور كيفاش دونور؟ اه وصافي كيتفرج في واحد القهوه كيدير مع دير مع السرباي معاهد كيقول لي لا ما داش الوالد والله ما نخلص لا والله اخويا نبيل كما قلتي تحيه واحد الدري عمر صاحبي الادريسي في الماتش ديال الوداد قبل مع كونتر مازيمبي كيدير بحب ثلاثه لزيرو <applause> اه وربحوا وقال لهم هذا الماتش كونتر غادي نخسروا بواحد وربحوا بيناليتيات وداك اللي قال يعني هذا تحيه لخويا عمر عيط تحيه 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 راه لا صاحبي صاحبي والله صاحبي فمشي وقالها فهمتيني قال لي بالضحك وتنضحكوا <applause> عمر سيدي مولاي عمر ليلى ليلى عبد اللطيف فيرسيون ديال <applause> <تريز تأشت تصفيق> ارى ان فريق الوداد لا <applause> لا دابا هو احنا مريحين <applause> بالضحك كونتر oh, ما زيمبي فين تتفرجوا يقول لي ارى راه يربحو بثلاثه ريح ثلاثة وربحوا بلا 3 ثلاثة لزيرو كنت بغا نتحدى يقولوا الرابع دوزيام ميطة ولا شي باش نحيدو صحيح عندك معلم والبارح عاوتاني قال لي البارح بواحد لزيرو وغادي يربحو بينالتيات مش هادشي ليك ما في الاول قلت مريض ولا من بعد صافي عرفت شو كاين ياك وما شافش المستقبل ديالك شنو وقع ديال كونتر <فبيض> الماميلو <Era> ديال <سؤال> جبالك اي ديالنا والله صافي طمنا بحال هادو ما تعرف والله بحال شي صاحبي دري هي الله يخلي لي عرفت عرفت عمر انا كون بغي مكرهتك تجيب ويشوف لنا المستقبل ديال طارق وش يبقى كحل بحال هكا لا طارق غير بياض غير بياض خطار طارق لا بياض الدنيا سعيد كي جاك رمزي فلونط ان ماتش في التشكيله باش بدا طريقه اللعب باش بدا في الاول راس دنجاله على الكروي انا نبيل خويا طريقه مرحبا ميمي الله يحفظك عبدك يا ميمي سير يا ميمي راه رابط في السلام خويا نبيل اول حاجه برافو الدراري بعدا انا نقولها برافو شابو اول حاجه الطريقه باش قلت لكم اللي يلعبوا بها في كازا اه ماشي ليه تلعب في الروش قلت قلت لك قلت لك علاش خاص عادي الرمزي واخا لعب بطريقه هنا في كازا وكنا درنا درنا محاولات بزاف كنا تنخليو لي سباس في الظهر ديالنا اللي يقدروا يستغلوها هما عندهم في مشات تماك وقلت لكم قبل انه ما يمكنش يلعب بهذيك الطريقه تماك علاش يقدر يزعم باش يلعب بهذيك الطريقه يخلي لي سباس في التيران ديالهم الحمد أه لله ما تشوفوا في كازا كانوا لاعبين بلوك راجعين راجعين يعني ما ما عادي مصرح. فهمت ماشي بحال عندهم كانوا فهمت سيرتو في تيرانهم اخويا نابيل غادي يديروا كل باش يماركيو عجبني رمزي سيرتو عطيه الله وعملود ولي ولي ديفونسور كانوا مزيانين كاملين بقاو بلاصتهم ستاتيك زيد عليهم جبران شابو اول حاجه تقيدر لي على جبران جبران البارح طوب اللي تعرف الكوره وتفرج في الكوره جبران كان طوب من ناحيه أه قطع كواري لعب تلقاه القدام انا بعدا جبران اول مره غادي نشوف فيه يدير بريسينغ في عند الديفونس ديالهم بان فيه السيد خدام باغي يموت البارح وش هذيك الطاقه كتنشر عند اللعابه ملي كيشوفوا الكابيتان ديكيب دابا دي خويا أنا نعطيك واحد القضيه سول اللعابه كاملين ديال الوداد تسول ما جبران يقول لك جبران ما يمكنش ما يلعبش ماشي من ناحيه كابيتان ديكيب البوا ديالو كاين في الفرقه بلا ما نكذبوا على راسنا بلا هو البارح اللي تفرج وشاف جبران راه المودي كان تسمع قال لك المايسترو فاحنا ماشي احسن من هذوك المدربين كاملين اللي تيجي تيلعبوا برافو شابو وشلت و يبقى في هذا النيفو ديالو خدمه كبيره سورتو البارح في نظري اه ما نقولش الدراوي كان ناقص لا الدراوي كان مزيان تكتيكو ولكن ماشي بحال الماتش ديال لالي كان شويه عليه العيا شو العيال ما سير شوف شوف راه كيما قال طارق كاين لعيا ولكن كاين حتى داك فهمتيني الترجي كانوا مزيانين ميلو تيران راه هذاك غيت راه را 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 هلكنا ولكن غيت شوف انا مازال تقارا شويه نبيل انا حاجه وحده والوداد البارح عجبوني كيفاش يخرجوا الكره برميطا برميطا يعني غادي تكدوي آه على البرميطا اه تنهضر على البرميطا البرميطا كيفاش يخرجوا الكره بشويه اليوم فهمتيني بحال اللاعبين في, في كازا